المقدمة، هل مسرح الدولة بيقدم حاجات تكفي لكل الجمهور ولا للمهتمين والدارسين بس زي ما بيتقال؟ لا لا لا، هو بيقدم لكل الناس طبعا، لأنه بيستهدف كل الفئات المختلفة من الناس. لكن هي الاختلاف بينه وبين القطاع الخاص، انك في القطاع الخاص في ميزانيات ضخمة جدا كانت بتتقدم في نجوم الصف الاولاني، فكانت الناس بتخش علشان تشوف عادل امام، سيد زيان، فؤاد المهندس، دول نجوم هم في الاساس نجوم سينما في المقام الاول، فبالتالي هو عايز يخش يشوف النجم السينمائي المفضل بتاعه على خشبة المسرح. ده ليه فعاليه جامده جدا يعني احيانا دلوقتي نجوم الصف الاولاني لما بيشتغلوا في البيت الفني في القوم مثلا بتلاقي فيه اقبال وتلاقي فيه كومبليت كل يوم. لكن هي المساله في القطاع العام محدوده بالميزانيات، محدوده بتجهيزات خشبات المسارح، محدوده بان ما بقاش في سياحه فنيه زي ما كانوا بيجي الخليجيين مثلا علشان يشوفوا سيد زيان، عادل امام، فؤاد المهندس في حفلات ام كلثوم. لا، هم اصبح عندهم دلوقتي امكانيه ان هم يستقدموا الفنانين بتوعنا فيشوفوهم الناس هناك، فيبقى مش محتاجين ان هم يجوا زي زمان. أوكي. حاجه تانية ان الناس اصبحت مشغوله جدا بالقنوات الفضائيه، انت في قنوات فضائيه في كل التخصصات، وبالتالي هو قاعد في البيت في مكانه الجميل بيشوف كل القنوات بتاعت العالم كله، بيشوف مسلسلاته من خلال التطبيقات اللي بتذاع عليها المسلسلات وافلامه فبالتالي هو مش بحاجه ان هو ينزل في الازدحام وان هو ما يلاقيش مكان يقف فيه وكل التفاصيل دي كلها، فبيفضل ان هو يقعد يشوف فيلم سينما عن ان هو ينزل يشوف عمل مسرحي. لكن مع ذلك في اعمال بتقدم حاليا انا شايف انها بتحقق المعادله ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ان فيها ما فيهاش طبعا نجوم، لان النجم الا يخليه ينزل ياخد مبلغ قليل جدا في حين ان هو بياخد مبالغ تانية خالص. انا اعتقد ان هي دي النقطه، فكره طبعًا ان دي نقطة المسرح أساسية. دي نقطه اساسيه، يعني فكره المسرح ده شغله يومي بمجهود جبار بالتزام باعداد وبروفات يعني على عكس الفيلم ممكن بالزبط. ندخل نصوره بالزبط. لكن مسرح مجهود تاني خالص، ويمكن عشان قله الاجور ده بيحصل. بس انا سؤالي، هي الدوله الحقيقه كانت حريصه على او يعني قوتنا الناعمه، وان احنا مثلا نرجع الدراما، نرجع السينما، نرجع بالزبط. المسلسلات بالزبط. وعندنا الشركه المتحده بتعمل دوت بانتاج ضخم، وبدانا يعني بعد ما كان في انحدار شديد جدا بدا يبقى في تراجع مره تانية على الساحه. قوه الدفع والاراده بتاعه الدوله في المسرح، ان المسرح يعود مره اخرى، شايفها بشكل قوي ولا احنا محتاجين دفع اكبر؟ والله أنا شايف إنها من سنين طويلة جدا هي ماشية على نفس الآلية، يعني هي محتاجة إن يكون في جدول منتظم جدا للأعمال اللي بتقدم، إن المسائل ما تقدمش في توقيتات الامتحانات إلى حد ما، إن يستقدموا إلى حد ما بعض النجوم فالميزانيات تزيد، الاهتمام بالفنانين اللي موجودين داخل البيت الفني للمسرح، لان هم في منهم ناس بيقعدوا بالسنين ما بيشتغلوش. عدد العماله الهائله اللي موجوده في القطاع العام في مسرح الدوله هي ضخمه جدا بالقياس لعدد الفنانين اللي موجودين، فبالتالي بتلتهم الميزانيه الموجوده. شيء تاني ان تجهيزات خشبه المسارح اللي موجوده في القطاع العام ليست بنفس الكفاءة اللي موجودة بيها كانت في القطاع الخاص. في القطاع الخاص هو طول الوقت هو لو في لمبة حصل لها حاجة، لو في أي كلوس من الكواليس حصلت أي تفصيلة فبيلحق يعالجها في نفس اليوم. لكن أنت في القطاع العام أنت محتاجة أذون ومحتاجة تفصيلات ومحتاجة حد، يعني محتاجة مجموعة معقدة من الأشياء علشان إيه تصلحي ده. في جهود بتتقدم عظيمة جدا مع كل هذا المناخ القائم يعني، لكن احنا محتاجين كمان نوع من انواع التسويق. يعني في جهاز للتسويق في القطاع، لا في مسرح القطاع العام، الجهاز ده يعني ملوش نفس الفاعلية التي يجب ان تكون. يعني انت عندك في النوادي، في الجامعات، في التجمعات السكانية، في المدن الجديدة، في اي كانت التجمعات انت محتاج توصل لها وتبيع لها تيكت ولو بشكل مخفض علشان تيجي، او توصل لها بالعروض نفسها، او توصل لها بالاعمال نفسها، يبقى في انتقال من الاعمال، وده بيحصل بس بيحصل بشكل محدود. يعني يمكن
المواجهه والتجوال، فرقه من القطاع العام هي اللي بتلف في المحافظات وبتتكلم عن رموزنا الوطنيه والسياسيه والقوميه. طيب هو انا ممكن اعتبر تجربه مثلا خالد جلال، المخرج خالد جلال في المسرح، وان هو الحقيقه خرج جيل، احنا جيل دلوقتي شغال في السينما وشغال في الاعمال، وكان جيل من الشباب، هل ممكن اعتبر ان التجربه دي ممكن ان هي تبقى قطاع خاص ولا